رئيس الامور المستقله يعمل لها النقل العام. قصه الاضرابات في اليومين اللي فاتوا دول اكثر من ثلاث اربع اضرابات، وخاصه شهر رمضان اثنين متواليين وادي واحد بعد العيد. من غير حجه صحيحه، من غير حاجه صحيحه فعلا. المطالب دي احنا بنطالب بيها وعايزينها وفقا لجدول او وفقا لحاجه. كنا بنطالب بوزاره النقل، وقفت وزاره النقل والناس خلاص زهقت من وزاره النقل، لان الناس بتلعب بينا بوزاره النقل، وخاصه اعضاء مجلس الشعب. ها تعالى يا عم هوديك مجلس الشعب، هوديك الحريه والعداله، هوديكوا اعمل لكم التبعيه، نقل التبعيه، وفي الاخر لقينا تبعيه ولقينا حاجه. والرجاله بتاعتهم جم قالوا احنا النقل في جبنا، واقنعوا الناس ووهموهم. رجاله الحريه والعداله؟ لا، رجاله رجالتهم عندنا يعني. رجاله بتاعتهم عندنا يعني. هو من بعد خلاص بقوا عشره يعني. بقى في عشره بينهم. ايوه بقى في عشره يعني، شوف الله حضرتك. فخلاص اقنعوا الناس بالوهم ان احنا رايحين المحافظه، رايحين الوزاره، بينما ما حدش قال لنا منهم ولا من بتوع اعضاء مجلس الشعب ولا من الوزاره، من اي حد، ايه هي المميزات الفعليه للعاملين بهيئه نقل العام هيحصلوا عليها، لا ماليا ولا اداريا ولا اي حاجه ولا تشغيل ولا اي حاجه خالص، ما لم نعرف حاجه. هيودوا من عايزين يودوا الناس في المجهول. واحنا كان رايي من الاول خالص ان احنا ما نروحش الوزاره، لينا طلب واحد، يا اما تبقى هيئه مستقله خالص تتبع لرئيس مجلس الوزراء، والكلام ده انا قلته من بدري والناس عارفاه عندنا في النقابه اكثرهم، تمام، ولكن الصوت العالي والزعيق والقصه هي اللي كانت غالبه في الوقت ده، لكن جه وقت ان احنا نتكلم فيه بصراحه وبصدق، لان احنا في مفترق طرق دلوقتي. فالنهارده احنا يا اما هيئه مستقله، تمام، يا اما المحافظه، مع احنا حاطين 14 طلب، ال 14 طلب دول احنا محتاجينهم ان احنا ننفذهم وباسرع وقت ممكن. وإذا كانت الإدارة والمحافظة جادين إن احنا نبقى بنشتغل بجد، فعلينا نطلع قرارات سريعة وقاطعة وحاسمة عشان تريح الناس كلها. ده الحاجة الوحيدة اللي احنا بنطلبها في الوقت الحالي. بالنسبة للحافز الإجابة والحافز الإسابة، احنا واحنا في اللجنة اللي احنا هنشكل ديت هنناقش كل الحاجات ديت على ترابيزة المفاوضات مع قيادات الهيئة كلها. وهيبقى يا ريت برضه هنطالب، يبقى في حد من المحافظه اثناء المناقشات ديت، علشان احنا الحاجه اللي هتبقى صح لينا وصالح فعلا للهيئه للعمال احنا اللي هنطالب بيها وهننفذها وامرها. طيب ايه سبب الاضرابات المتكرره ولا بعضها؟ ما سبب الاضرابات المتكرره ديت هم الناس عايزين يشيلوا مجلس الاداره، عشان يشيلوا مجلس الاداره لازم ويجيبوا ناس من الحريه والعداله ماشي او من الاخوان، عشان يجيبوهم لازم يحصل ايه؟ اضرابات وقلاقل في الاداره وشك في الاداره. احنا الاداره مش مع الاداره وبنسلم لها ونسبح بحمدها، لا، احنا الاداره فيها اخطاء كبيره جدا واحنا اعترفوا بيها واشتغلوا وعايزين يشتغلوا فينا فيها معانا بجديه. ده اللي احنا شفناه منهم امبارح في الاجتماع بتاع امبارح. وقدامنا احنا هيبقى مثلا قدامنا جلستين في الاجتماع في كل لجنه، لو ما طلعناش بحاجه يبقى فعلا النوايا سيئه، وان احنا نرجع تمام كلنا بقى نضرب وكلنا نقول هنقف هنشيل الناس ديت، او احنا مش عايزين المحافظه دي خالص. طيب هل النقابه المستقله بحد ذاتها بصفتك كرئيس نقابه بتهدد بوجود اضراب مع بدايه العام الدراسي؟ على اي اساس ان احنا نشيل المحافظه عشان يعني احنا نهدد باضراب ونقف الدنيا عشان يجوا بتوع الحريه والعداله ماشي، او يجوا بتوع الاخوان يفكوا الاضراب ويقولوا ان هم اللي يفكوا الاضرابات بتاعت ايه؟ بمعنى حضرتك لا، ما هو اللي بيحصل يعني امبابه عملوا اضراب معاونة لأصل النبي، تمام، فكوا الإضراب علشان حد من الحرية والعدالة جه يفك لهم الإضراب، تمام، وقال إن هم اللي فكوا الإضراب، صح. يبقى إذا إحنا بنلعب بمقدرات الناس، سواء الهيئة سواء العمال سواء البلد.